بعد فرض وزارة النفط وبالتنسيق مع دائرة المرور العامة في العراق على السيارات الحديثة بتحويل نظام الوقود من مادة البنزين إلى الغاز، بدأت النتائج السلبية لهذا القرار بعد تنفيذه، حيث شهدت العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية العديد من حوادث انفجار واحتراق السيارات بسبب منظومة الغاز التي لم يوضع لها وسائل السلامة والأمان من قبل الجهات المختصة، التي من المفترض أن تؤمن هذه المنظومة الجديدة على العراقيين. دعونا نشاهد احتراق سيارة في أحد شوارع بغداد وهي من نوع بيك أب، فلنشاهد. تحويل الغاز مالتهم، شوفوا تحويل الغاز شلون. هاي بيك أب مال الدولة محوليها غاز، شوفوا شلون انفجرت هنا. هذا التحويل مال الغاز، باع البيك أب شلون طقت بسبب التحويل. الزبالة مال هاي الحكومة الجايفة يحولون السيارات غاز.